اليوم كوتشينغ عنده علاقه مع الام. ايوا وين هو رقم الام اليوم؟ كيفاش تخلص هذه الام من حب تملك الاطفال ديالها؟ مشكل كبير هذاك الشيء. ونعتذر للمستمعين على التدخلات ديالي، بخطرات يكونوا قويين. جاوني شي ناس اخرى، راه حنايا الزوجه ديالنا تبدلات علينا. اخويا تبدلات لك، راه انت السبب ماشي انا. كنقولوا اللي كاين، فهمتيني؟ الله يهديكم على بعضياتكم. الو، اليوم غنهضروا على التخلص ديال الام من حب تملك الاطفال ديالها. وهذا موضوع اللي خصنا نفسرو بدا اولا. شنو هو هاد حب تملك؟ هو ملي كيتزوج الولد، غالبيه الولاد بالبنت، كتولي واحد الغيره من بين الام ديال الولد مع الزوجه ديال الولد ديالها. بحال دات ليها ولدها، بحال بدات ليها التصرفات ديالو معها، بحال بزاف د الحوايج. كتكون ديما ديك الغيره بحال واحد الحرب ما بين الام وزوجه الولد، فهمتيني؟ وهادي كنعيشوه. ما يمكنش اي ام كتبغي ولدها يبقى ديالها، وهذا حق ديالها. هما الاولاد تما كيكونوا فوق، واللي كياكل العصا بزاف هو الولد. كاين جوج ديال النيران، الهضره ديال الام بجهه، والهضره ديال المراه تقولي امك دارت وماذا وهذا، مرتك دارت وهذا. اذا هنا خصنا نحاولوا نقادوا هذا الشيء. هو شنو؟ وصعيب بزاف انك تمشي عند الوالده ديالك وتوعات ولا شوف الوالده ديالك راه الزوجه ديالي كيما انت تزوجتي بالوالد. انا شفت هذه السيده هذه راه بحال بنتك حتى هي، وتعاملي معها. وهنا عاوتاني الدور ديال الزوجه مهم، حيت المراه خصها تبين لمرت الولد انها راه فحال ما راه فحال بزاف الحوايج، باش ما ينوضوش بواحد الصراع من نهار ديال العرس. باش خطرت كينوض صداع، لاحظتي في نهار ديال العرس حتى البلايص خصك تقادو مزيان. واش كيقول في تف السهرات الكبيره اللي تيحطوا لك السميات، يعرفوا واش هذا مخاص مع هذا واش هذا مشكل مع هذا، كيحطوا السميات فونكسيون ديال الناس اللي مفاهمين. هادشي اللي كاين صعيب بزاف. حدا دابا بحال كتبلاصي واحد جوج فرق، كل فرقه غتبغي تبين انها احسن من الاخر. دابا لاحظنا في المغرب ديما العائله ديال الراجل احسن من العائله ديال المراه، المراه العائله ديال احسن من ديال الراجل، وكلشي ما احسن من شي. كلنا مغاربه، كلشي فحال فحال، وخصكم نتوما لا عائله الراجل ولا عائله ديال الزوجه ديروا ما امكن بيناتكم باش ديك الزوج يعيشوا مزيان. هذا هو الهدف النهائي ديال هذا الشيء. غير هو الام ما كتقبلش حتى دابا غير الطوموبيل. انا نقول غير الطوموبيل، الطوموبيل راه فيه مشكل. فاش كتجلس المراه القدام والمطلوب مسافرين، هذا كيجبد المشكل. كاين الحل، هذه كاين ديما الحل. قول لي شوف، لا شوف تران، لا يمشي مارش ريال باش تبقى ديما الاميه القدام. لا لا كتقول ليه المراه علاش جلستيني للور، ولا كان العكس السيد قال للمراه قال لها شوف راه معي انا ركابه داك الشيء جلسي عفاك اللور غادي تمشي لهذاك الدار. تدخل للدار كتسمع ديسكور اخر، علاش ما مشات القدام ولا شي هذيك بلاصتي؟ واش كاين هادشي؟ كاين هادشي زعما المراه تجي تقول راجلها علاش ممكن كاين تبع نورمالمون كتكون الوالده تكون خط احمر. وشوف الوالده ديالك والوالده ديالك مهما كان الامر، فهمتيني؟ الوالده ديالك خصك هي تدوز بريوريتي بزاف، ولكن خص المراه عاوتاني المراه تفهم الموقف هذا، وخصها الوالده ديالك حتى هي تفهم ان ديك السيده راه الزوجه ديالك، راه مات وليداتك، راه مقبلات بزاف د الحوايج. يعني كيبقى شكون اللي عنده السر ديال هادشي؟ هو الزوجه. الزوجه اش كدير؟ كتمشي تقرب ما امكن من الام ديال الولد، البوسان ديال اليدين، الوالده ديالي في الحمام دامعه، تخرج فايت خاصها تحسبها بحال ما الله يرضي عليك. كيحيد واحد الثقل كبير على الزوج ان الزوجه دايره شغلها. وبلا هادشي ديال كنهضروا على الام، راه كاين تبع خرات بعض الاباء اللي عندهم هذا المشكل. اكثريه الاباء اللي عندهم ولد واحد في وسط البنات، وديك الولد هو الوريث الشرعي وتتزوج به البنت، تيولي الاب عنده هذيك مرت الولد هي الاداه الاول. هادشي راه بالاكسبيريونس. لا 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 شنو؟ لا علاش لا؟ بعدا انا واحد الحاجه، انا زعما انا ما عنديش. لا ما نهضروش عليك، ما كنهضروش عليك، ما فهمتش علاش. انا ما فهمتش علاش. لا غنهضر لكم القضيه ديال السي مويسا. لا لا غنهضر لكم القضيه ديال الطوموبيل. زعما كون كانت انا الام ديال الراجل الله يرحمها عائشه، انا غنقول لها جلسي القدام حيت حشومه تجلس اللور. غتجيني حشومه، حنا غادي مسافرين شي حاجه وهي جالسه اللور مره كبيره وانا جالسه القدام. دونك زعما في هذا لو بوان انا كيجيني حشومه الام ولا الاب تخليهم يجلسوا اللور، والمراه تقلق الى راجلها قال لها عافاك خلي الوالده تجلس القدام. هذه ما كاينش هذا لو بوان نهائيا. هو دائما بعدا خصنا نعرفوا واحد القضيه، الناس المرموقه فين تجلس؟ اللور. اه هادشي اللي كاين. دونك خص الوالده تبقى مرموقه وتجلس اللور. انا تنقول لهم في المغرب ديك اللي كنشوفهم غاديين بالطوموبيل ب 400 مليون والله مامون كيقولوا كيجلسوا اللور. هادشي اللي كاين. هادو ولا فهمتيني؟ وكيقول خصك ديما تحاول تلقى واحد الحل لهادشي، تجيب واحد الطاقه اجنبيه، يعني سواء طبيب نفساني سواء هذا اللي فسر. راه قليل فاش كنت حنا راه مغاربه، حنا المغاربه عندنا السياسه ديال الدبلوماسيه ديالنا الام والزوجه.
ولكن علاش هضرتي غير الام والزوجه؟ علاش ما هضرتيش على البنت اللي كتزوج بالراجل؟ باسكو هاد لو سوجي اللي هضرتي عليه ديال الحب التملك الاطفال، راه الام كيقدر يكون حب التملك مع البنات كوم مع الاولاد. يعني حنا اللي بغينا نعرفوا سي اكوتش باكو كيفاش تخلص الام من هاد الصفه. لا انا نفسر لك انا قريت الكوتشينغ، قريتو كوتشينغ طبعا الحركه وجدتيه قريتو. لا ما وجدتوش، وجدوه لي صراحه. ولكن انا بغيت جميل عندك الناس خدامين عندك فوالا الفريق تبارك الله فريق العمل هائل جدا. غير بعض الحوايج خصنا نرتبوهم في الكوتشينغ. طبعا هذا الكوتش قريتي مع جوج خصك ترتبهم على خاطرك. فوالا حتى ما يمكنش. دونك كيفاش تخلص الام من الصفه ديال حب التملك للاطفال ديالها؟ شنو خصك تقول لها؟ اولا بدل اللي كاتبين لي انا، اولا خصك توعي الام. الام ما غاديش توعي حيت الام خصك توعي حيت راه مرض. شوف الام تتقول لك هذاك ولدي. لا انا ما متفقاش مع عماد. عماد انا ما متفقش لا ما متفقش معاك. اسمح لي، راه حب التملك راه مرض كيكون في الام من صغرها. ماشي مرض. لا راه مرض، راه ماشي مع الزوجه. حب التملك اللي هو لا مامون ديما كتكون الغيره من الاطفال وكتسبق راسها على ولادها وكيكون بحال هي لا بخيه. ما جينيراليزيش اللي عندها المرض ديال حب التملك. هذا ماشي مرض. اولا هذا اللي قال لك هذا مرض، راه ماشي مرض. انا دابا كنهضر معكم وكنقرا شي شويه شنو واقع في هادشي ديال هذا. كيتسمى بالفرنساوية ان امور اوف ان امور ابوزيف دي زونف، واحد الحب اوبسيسيون ماشي امور ابوزيف. انا اللي خرج ليا في واحد الدراسه اللي دارت كيسميهم تيقول لي تيب دو مير توكسيك. سي اكزاكتومون سا. هما سماوها مير توكسيك. سير توكسيك علاش؟ حيت كتكون دوميناتريس. كتكون دوميناتريس فيولونت. فوالا علاش؟ علاش 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 دوميناتريس فيولونت؟ كيكون هذاك الولد اللي عندها قراتو وكبراتو وجداته وعادش من الصغر. اسمع اسمع خليني نكمل الكوتش. الفقره ديال الكوتش هادي غادي اتميم. الور هاد لا مير توكسيك راه سي ماشي واحد، سي ان كاركتير. راه كيقول لي واحد، تيقولوا لها بالعربيه واحد شخصيه، واحد الشخصيه. وما تقدرش انت تبدل الشخصيه ديال الوالده ديالك. علاش؟ تيقول لك خاصك دير لها الخاطر او ماكسيموم. حتى الوالده ديالك شحال غتعيش معاك؟ هو ما كنعرفوش شكون اللي ما عرفوش شكون سابق ياك. اي ماذا الشيء اللي كيقول كوتش باكو ماشي هو هذا. علاش علاش مدام رحمة؟ علاش كوتش باكو كيهضر في الحاله ديال الولد كبار والبنت؟ حنا كنهضروا على حب التملك من الصغر، الغيره والام نارسيسيك وتوكسيك من الصغر. لا هذيك كتسمى مامون بول. هذيك شكل اخر. هذا ماشي مامون بول. اون مامون بول ني با اون مامون توكسيك. ديك لا مامون بول هي اللي كتخاف على ولادها. ما كنهضروش على هذا النوع. تخاف على الناس، تخاف على بزاف د الحوايج. حنا كنهضروا دابا على المراه اللي كتخاف على ولادها تامور الزواج. ماشي كتخاف، المرأة اللي كتغير عندها واحد الغيرة على ولادها. لا جالوزي ديال الوالدين. راه حتى الوالد هو جالو كيما الوالدة جالوزة. حتى الوالد جالو. حب التملك عند الأب والأم، ماشي غير الأم بوحدها، فهمتيني؟ متفق معاك. وهذا حب التملك ماشي هو أنك أنتيا راه هذا حب التملك كيتورد من واحد التصرفات ديال الأبناء بعد الزواج. هذا هو حب التملك، فهمتيني؟ كيقول دابا بان هذا الابن ليس اداه للتحقيق. بزاف الناس يقول لك هي كتحقق معها ديما فيك انت، في مشيتي، في درتي، وهذاك الشيء، علاش ما درتيش، علاش هذا، فهمتيني؟ ولا لا كوتش باكو زيد قولي لي انت اللي كيقصد في هذا حب التملك هي ان الابن ماشي اداه لتحقيق الرغبات ديال الام، كتستعمله هو بحال ان موايان. لا اباسي هذا هو حب التملك. بعد الابن ولا الابنه خاصها تحقق الرغبات ديال والديها.